هدى فيردي، لما تصوب كورت بيك، لما اجى على هالبيت انت كنت هون؟ ايه. شفت الأمانة اللي أعطاها كورت بيك لعلي؟ ايه شفته. كورت بيك عطى للشيخ علي شنطة، والشيخ علي أخذ منه هارد. طيب انت بتعرف وين حطوه؟ لا ما بعرف. الشيخ علي أخذ الهارد وراح، وما بعرف لوين راح. تاكلي؟ لا شكرا ما بدي. أنا بفتح الباب. هدى فيردي، خد اشرب مي. تفضل. شكرا. خير يا خانم. مساء الخير. بصراحة أنا مليت شوي بالبيت فحبيت أجي. كتير منيح. تفضلي عادي. رح ساوي شاي وأنا رح ساعدك. أمي ليش أجيتي؟ ما قدرت ضل بالبيت. طيب أنتي لقيتي شي؟ والله أنت كتير عم تبالغ أخي. اتصل واحكي معه. أنتو مزبوط متزعلين، بس هاي بتضل خطيبتك. هاي خطيبتك، ليش متوتر؟ اتصل واحكي. ولك 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 هذا الحقير، شو جابوا عبيت خطيبتي هلأ؟ ولك أنت شو عم تساوي؟ ولك أنا رح أفتح الباب. ماشي. بابا انت احسن هلأ؟ عمي إلهان كيف صرت؟ أهلين ابني أحمد. طيب ارتاح، أنا رح أفحصك فورا. انت رح تقلي لي دويجو، لازم تفهميني ليش هذا الغبي فات على بيتكم وشو بده. نفس عميق كمان. أحمد ابني قول شي، هو منيح؟ ما في داعي للخوف، لا تقلقوا. مين اللي جاي هلا؟ أنا بفتح. تمام، رح أفحص لك الضغط كمان. طيار؟ هذاك الرجال شو عم يساوي هون؟ لو سمحت روح من هون، شو جابك بهالوقت؟ هذاك بيقدر يجي دائما، ولما أنا بيجي بتقلي لي روح. ايه ما حذرتي. طيار وقف بابا. طيار؟ انت شو جابك على بيتي؟ انا بس شو؟ عمي إلهان بترجاك لا تتعب حالك. وهذا رأيي، انت لا تتعب حالك ابدا، وكمان ما تواخذني. اجيت اساسا منشان شو اسمه هذا اللي منشان هيك يعني، وبعدين لما هيك ان شاء الله معافى. اللي انتو خفتوا من علي هور اوغلو؟ طلع الشيخ علي، علي هور اوغلو، تخيل انه هو طلع اخي الحقيقي. مو حلوة بحقك فيدات، لهونه بس. طيار وقف. طيار انت شو مفكر حالك عم بتساوي؟ شو مفكر حالك عم بتساوي؟ فهمي بقى، انا بحبك
ولك بعشقك بجنون، عم موت من حبي وعشقي لإلك دويغو، ولهالدرجة عمية وما عم تشوفي الحالة اللي أنا فيها؟ الرجال ما عم يفارقك بنوب، يا بيجي على الصيدلية أو بيجي على بيتك، وأهلك كتير بيحبوه وبيتقربوا منه، وأنت كنت تحبيه من زمان. إيه طبعاً أهلك معهم حق، بالنهاية هو دكتور مو هيك؟ يعني الرجال يلي بيليق ببنتهم الحلوة طبعاً رح يفضلوا علي، هنن ما رح يحبوا شخص مثلي ماضي أسود. اهدى وبلا هالحكي الفاضي لو سمحت. أبي مرض فجأة ولهالسبب أحمد إجا، لا تروح بتفكيرك لبعيد. ولما شفته إجا جنيت. بس بترجاكي تفهميني، فهميني يلي بدي أقوله. الحمد لله على السلامة دويغو، الحمد لله على السلامة لأبي إلهان ولألنا، الحمد لله على السلامة. أنت شو قصدك؟ يعني الحمد لله على سلامتنا كيف؟ نحن كتير مرضنا دويغو، يعني ما رح تزبط معنا، ما رح تزبط بنوب. كتير تعذبنا وعانينا بس ما عم تزبط بنوب. مو بيقولوا الطيور على أشكالها تقع؟ ما أنا هيك، أنا ماني مثلك دويغو، مو مثلك، وفي نهاية لكل شيء. أنت عن جد هيك عم بتفكر؟ يعني حبك الكبير لإلي وعشقك هذا هو؟ طالما كل شيء واضح، شو في أهمية للي عم فكر فيه دويغو؟ لهون وبس وصلنا لنهاية الطريق يلي مشينا فيه. بأمان الله يا حبيبتي، بخاطري. انت بتظن انه هالخاتم لعبة اولاد صغار؟ فكروا لعبة اولاد؟ فكروا لعبة لتشلحوا ايمت ما خطر على بالك؟ شوف خاتمي بمكانه، ما؟ وانا ما شلحته، واذا شلحته من اصبعي ما عاد حطه مرة تانية لحتى موت. خاتمي هون وما شلحته، اذا شلحته من اصبعي معناته حبي وعشقي لإلك خلص انتهى. انا شلحته شي؟ اللي شلحته شي؟ لا. شو يعني؟ شو يعني؟ يعني حبي وعشقي لإلك ما انتهوا، عم تفهم علي؟ بس حبك انتهى، انتهى، ولهيك شلحت الخاتم من أصبعك. طيب سيد طيار، روح بطريقك وأنا رح قلك مع السلامة، بس اصحك تجي لهون مرة تانية، اصحك تطلع قدامي وتخليني شوفك. نقلع، وعن قريب رح اشلح خاتمي، لا تاكل هم. دويغو، دويغو وقفي، لا تروحي، وقفي من شاء الله وقفي. يعني انت عم تقولي حبك إلي ما انتهى؟ انا كتير عصبت وتصرفت هيك بغباء. يلا روح. دويغو بعد. دويغو حبيبتي، دويغو سامحيني، طلعي لبسته، انا تصرفت بغباء، بس قسما بالله انا بحبك وبعشقك بجنون يا حبيبتي. أنا بحبك لدرجة بتخلي عقلي أحياناً يطير من راسي وبصير مجنون، ما بتحمل حدا يتطلع فيكي، وإذا حدا بيلمسك بجن جنوني، عم تفهمي؟ إيه بس بوعدك، أنا بوعدك رح أتعود،
طالما قلتي لي انك بتحبيني انا رح اتعود على كل شيء، رح ضل صدقك دائما ورح اسمعك الك وبس. يلي ما فيني اتعود عليه بنوب هو غيابك. صدقيني ما بقدر. طيار قوم. دويجو. عمل لك قوم. لا ما بصير قبل ما نتزوج. معناتها منتزوج. ماشي وبأقرب وقت. طيب فيني بوسك من خدك؟ ماشي. لا قسما بالله حبي إلك رح يموتني. أنا بعشقك بعشقك. وأنا بعشقك طيار.